الله. بسم الله. إذا بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية لا نشكر وسائل الإعلام ومدراء المحطات الرقمية والمنصات اللي استجابوا لهذا المؤتمر الصحفي العاجل والطارئ المهم اللي دعينا له اليوم. وسابق نبدأ نختار نترحم على أرواح الشهداء والموتى اللي رحلوا الهاوينة الأخيرة، ونطلب لهم مولانا الرحمة والغفران وجنة الرضوان، ورانا معزين أهلهم ومعزين عوائلهم ومعزين أسرهم. اختاروا أيضا نترحموا على شهداء الوطن، شهداء النضال، شهداء الدعوة، وشهداء الشعب اللي ودعنا هذا الأسبوع، خاصة أخي وصديقي المرحوم كان حميدو بابا. رانا من هذا المنبر معزين أهله، معزين الشعب الموريتاني، معزين عامة القومية الفلانية، معزين أهل تيكان عامة وأهل كان. كما أن أيضا نترحموا على روح الفقيد الكبير السناتور سيدي ولد الداهي الشريف، وهذه المناسبة رانا معزين أهله ومعزين محبيه ومعزين الشعب الموريتاني برحيله. ولأن لا ننسى الداعية المختار للحسين رحمه الله اللي رانا معزينه ومعزين عائلته ومعزين أهله، وراجين عند مولانا على أنه يدير في ميزان حسناته ذاك اللي عدل كامل من العمل الصالح. معزين مولي الأسر، الأسر اللي راحوا ضحية الحريق اللي خلق في السوكو، اللي راح ضحيته طفلين وامرأة. رانا معزينهم، معزين أهلهم، معزين أسرهم باسمنا وباسم المناضلين وباسم القائد محمد عبد العزيز. ما أن أيضا لا ننسى الرجل العصامي زوج السالكة عامل سنين في الزورات اللي راحت ذيك السيدة رحمها الله ضحية الإهمال واللامبالاة والفساد اللي عاد يطبع هذا النظام ويطبع هذا الحكم. احنا عيطنا لكم لهذا المؤتمر الصحفي ياك نتكلموا عن حالة الرئيس محمد عبد العزيز، اللي كيف تعرفوا تم نقله برحتلو لشورى الطب العسكري، وهو الآن تحت سيادة الأركان العامة للجيوش. ذيك مؤسسة عسكرية، مستشفى خدمي عسكري وندار فيه، وهو للوليتين عاد يعتبر حسب اللي قالوا لنا وحسب اللي قالوا المحامين على انه تابع لهيئة الأركان. وبذيك المناسبة احنا حاولنا خلال 48 ساعة الماضية نراو معلومات حقيقية عن ظروفه الصحية الحقيقية، ظروفه الصحية من الساعة اللي خش السجن في مدرسة الشرطة، وذا اللي طرشنه اللي وساهم يرفدوه
عقاب الليل، ما عالمين به أهله ولا عالم به زوجته ولا عالم به أبنائه ولا عالم به المحامين، ولأن احنا مملكة طرف سياسي مؤازر للرجل، ونعتبره أنه واحد من الأسرة الرباطية، ما أننا عالمين به. خبر علمنا به الساعة 3 في الليل من بعض المدونين في الخارج. نظرا لظروفنا احنا الصحية، من برحة الأولى الساعة 3 في الليل المناضلين والمناضلات والمناصرين والمؤيدين والشعب الموريتاني معتصمين قدام المستشفى العسكري، يدوروا أولا لمؤازرة الرجل والوقوف معه، ثانيا يدوروا يعرفوا حقيقة ذا اللي خلي. وفي ذيك الفترة عدلنا قدر من الاتصالات، ليش عدلنا بخبراء، ليش عدلنا مع أطباء، ليش عدلنا مع مختصين، وفي شيء حاولنا ملينا نجبره من الفريق الطبي والمؤسسة الطبية اللي هو قاعد عندها. وهذا المؤتمر اليوم لأن نحاولوا أنه يعود مؤتمر إنساني ما هو سياسي، لكن اللي شايفين نحن على النظام، واللي شايفين على حكومته، واللي شايفين على إدارته، واللي شايفين على أسلوبه في التعاطي، لكن ما أنا متكلمين عنه اليوم. احنا اليوم اللي نتكلم عنه الحالة الصحية والإنسانية للرئيس محمد عبد العزيز. ورئيس محمد عبد العزيز ما هو شخص عادي، هذا شخص مؤدي قسم شرف الجندية والقتال والدفاع عن الوطن من موقع معين من مواقع المؤسسة العسكرية والأمنية اللي نحن كاملين ندينوا لها بالاحترام والتقدير، اللي هي صمام الأمان، وهي الذراع اللي ندافع بها عن وحدة هذا الشعب وعن تماسكه. وبالتالي هذا ضابط سامي احتياطي لهذه المؤسسة. أيضا هذا الشخص شخص غير عادي، باللي في يوم من الأيام حملوا الشعب مسؤولية الأمانة وقيادة الدولة وتحملها مرتين، يسوى اتفقنا معاه ويسوى اختلفنا، قاد موريتانيا مدة 11 عام وعدل فيها ياسر من شيء نختلف عليه والله نتفق، المهم انه عدل فيها انجازات حقيقية ماثلة للعيان. ومن اقربها هذا المستشفى العسكري اللي هو اليوم تاكي فيه. هذا المستشفى كل حد يعرفه ويعرف ظروفه ويعرف حالته ويعرف الصيفة اللي كان بيها والصيفة العاد بيها اليوم. نحن أيضا في الشعب الموريتاني عندنا عادة وتقاليد في السياسة، نختلفوا في السياسة، نختلفوا في البرامج، نختلفوا في المعارضة وفي الموالاة، غير خلق لحظة لنجي اللي هي اللحظة الإنسانية. يلا نعودوا كاملين موريتانيين، نعودوا كاملين مواطنين، نعودوا كاملين إخوة، ونعودوا كاملين متوحدين، ونعودوا كاملين واقفين مع ذاك اللي الله يتقف معاه في مصيبته والله في مأساته والله في مرضه. احنا يامس كنا في جامع ابن عباس، الشعب الموريتاني كامل بجميع أطنابه وأشكاله كان واقف مع المرحوم كان حميد بابا. سابق ذاك احنا كاملين كنا واقفين بجنازة المرحوم مختار الدادة، عقب ذاك كنا كاملين واقفين مع مرض الرئيس محمد خونة والهيدالة. نذكر أيضا على أن احنا إن كنا نعارض محمد عبد العزيز معارضة اعترف هو من نفسه على أنها كانت معارضة قوية وأنها كانت معارضة شرسة، ما قطرينا في حالاتنا الإنسانية يكون يوقف معانا.
وقف معايا انا اني مرض ومشيت شارع امريك، وقف مع الرئيس محمد المولود الين تعثرت صحته ومشى شارع باريس، وقف مع الرئيس احمد داده الين تعثرت المرحومه بريجيت، وقف مع والهيدال، وقف مع المرحوم مصطفى وللسالك، وقف مع حتى مواطنين عاديين نساء ورجال ظروفهم ما كانت تسامح حالهم بالعلاج وكانت تتطلب انهم يعودوا مرقب، وقف مع شخصيات اخرى ومع مشايخ ومع رموز الوطن، لان الوطن كيف القرية في مصابيح وفي علامات دي باليزاج وفيه قادة وأنوار هم اللي يقتدى بهم هذا الشعب، وبالتالي احنا ما لنا مذكرين يسوى في الشدة أوقات خلافنا مع الرجل وهو عنده الحكم يكون الجانب الإنساني يبقى الجانب الإنساني. اليوم احنا نخاطب الشعب الموريتاني، نخاطب نخبة موريتاني بين اللي عندنا رسائل أربعة. رسالة موجهينها لقادة الرأي والفكر في موريتانيا، وقف أيضا مع الرئيس مسعود البرخير يتداوى في الإمارات، رسالة موجهينها للنخب السياسية والاجتماعية، لأن لأول مرة في تاريخ موريتاني يعود شخصية وطنية بحجم الرئيس محمد عبد العزيز أثر ذوق وبادي وظاهر قطر عليه الناس، هذا الطرق ماشية فيه الناس، هذا الضوء تقرأ فيه الناس، هذا الجامعات تداوى فيهم الناس، هؤلاء الأطباء والمستشفيات والمراكز الصحية تركب منه الناس وتمرق وتدخل هذه المطارات وهذه المعابر وهذه الموانئ. لأول مرة رجل بهذا الحجم وقاد دولة مدة 11 عام يعود يتعثر، لا تعثر قاعته وراجين له من عند مولانا الصحة والعافية، والآن شوفوا حزب واحد، حزب واحد ولا منظمة واحدة لا حقوقية ولا مدنية باستثناء هيئة الساحل طبعا، ولا منظمة مدافعة عن حقوق الإنسان، ولا لجنة وطنية لحقوق الإنسان، ولا آلية وطنية لحقوق الإنسان، ولا شخصية مستقلة، ولا صحافة. وما أدريك ما الصحافة؟ الصحافة اللي تؤخذون البلاغات الشعبية والاتصالات، صحافة اللي تظل تتودد هون لكل من هب ودب، صحافة اللي في الحقيقة إنني انفجر إطار على طريقة لأمل تعدل منه خبر، صحافة اللي حصلت على حريتها وحصلت على قيمتها وحصلت على مكانتها في زمن الرئيس محمد عبد العزيز. ما نشوف أي صنف من هذه الأصناف تحرك الحالة الإنسانية تجاه الرجل ويطالب بأن هذا الراجل يا الله يمكن من الظروف الطبيعية والصحية إياكي يحصل على العلاج. ليكن في علمكم، ليكن في علم الشعب الموريتاني، ليكن في علم الصحافة، في علم الإعلام، ليكن في علم الأحزاب السياسية موالاة ومعارضة بلي معارضة شخصية. احنا دري اكتشفنا عن المعارضة اللي كانت تتعارض معانا في السنوات الماضية انها كانت معارضة شخصية لشخص الرئيس محمد عبد العزيز، وعلى المدونين اللي كانوا يكتبوا ويدونوا انهم كانوا مدونين ناقمين على شخص الرئيس محمد عبد العزيز. احنا عارضنا وللطايع 21 سنة، سابقوا عارضنا والهيدالة يا غير ما ترددنا اللي تم استهدافه للطايع، ولين فات مشى علينا نوقفه
ونقبل تجاهه موقف شرف، ولا ترددنا على ان نوقف مع ولي هيدالة موقف شرف. احنا ما نعرف سيدي ولي الشيخ عبد الله رحمه الله، ولا قطع عندنا جزء من 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 منظومه سيدي ولي الشيخ عبد الله. يعني نعد الانقلاب على سيدي ولي الشيخ عبد الله، وقيدت حريه سيدي ولي الشيخ عبد الله قيدها الرئيس محمد عبد العزيز، هو والرئيس محمد القزواني والضباط اللي معاهم اللي ما زالوا قاعدين اليوم. احنا وقفنا مع سيدي ولي الشيخ عبد الله، بين اللي نعتبره انه رئيس ومنتخب وانه يالله يؤدي ماموريته. وتمينا واقفين معاه هنا، وقف هو من نفسه في قصر المؤتمرات وقال انا راني مستقيل ومسلم السلطه للضباط. قلنا له ودعناك مولانا الله يرحمه ويزيد عليه. وبالتالي الامم المحترمه الشعوب المحترمه لا تهين الدرجات. يقولوا لها بكلام البيضاء درجة ما تنهى، الدرجة لا تهى. الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينجي المدة يقول من كبيركم في الجاهلية؟ يقولوا له فلان. يقول إنه كبيركم في الإسلام. يعود هو ظال ما قطع عليهم السيف يقطع روسه. بيلي قيمة الأمة، قيمة الشعب، قيمة الدولة، قيمة الوطن باحترامه لرموزه، احترامه لقياداته، احترامه لمشايخه، احترامه لأبطاله، احترامه للناس العصامية اللي دفعت عرق في سبيل هذا الوطن. وبالتالي أنا ظاهر لي عن النخبة السياسية للأسف انكشفت، وانا يلا تدارك نفسها. احنا كاملين ما قط حد من النخبة السياسية لا في الموالاة ولا في المعارضة تعرض لوعكة صحية، والله تعرض لمأساة ما آزرناه وقفنا معاه ثانيا. يلا نأخروا خلافاتنا السياسية، نأخروا تموقعنا من أجل الوطن، من أجل رموز الوطن، من أجل قيمنا الإسلامية، من أجل أخلاقنا، من أجل هيبتنا، من أجل ثقافتنا. احنا نتخرصنا الشعوب واحنا متباركين مع راجل قاد هذه الدولة وسهر عليها وعلى أمنها وعلى وحدتها وعلى تماسك نسيجها الاجتماعي، ويعود تاكي في مشفى يعاني من عدة أمراض متعددة ومزمنة ندور نتكلموا عنها مزنة، ونخبتنا السياسية ساكتة، نخبتنا الدينية ساكتة، علماءنا ساكتين، فقهاءنا ساكتين، مثقفيننا ساكتين، مدونيننا ساكتين، الحقوقيين ساكتين، حتى أهله هو ساكتين، واحدة منهم باركين، ومحيطه. وأخطر ماذا؟ على أن الناس اللي منبت علبها ومنبت ذراها ومنبت شحمها ومبرد جلودها وجلود علياتها وجلود تركتها منه ومن نظامه ومن حكمه، كلها عامل نفسه ميت قالوا في الفيسبوك، كلها معدل راسه صم بكم عمي. هذا في الحقيقة شيء مؤسف ولا ينبغي ويندى له الجبين، ولا هو مشجع، ما هو مشجع ان احنا هذا اللي ما مخلصنا حد على النضال، ولا مخلصنا الشعب على النضال، ولا مخلصتنا الدولة على النضال، ولا قالنا حد ناضلو ناضلو في سبيل الوطن. نعود الوطن يتخلى عنا، نعود الشعب يتخلى عنا، نعود يتنكر لنا، نعود الصبح إذا مرضنا والله إذا تعثرنا لا نبقى مزرقة. هذا في الحقيقة ما هو مشجع، وهذه ثقافة جديدة على الشعب الموريتاني. الشعب الموريتاني معروف بالتسامح، معروف بالتكافل، معروف بالتضامن، معروف بأنه يتجاوز الخلافات في وقت المحن. وإحنا اللي كعرب وكمسلمين خالقين ثلاث مسائل ما فيهم الشفاية: الناس النبيلة، الناس الرفيعة، الناس النقية، الناس اللي صافية، الناس المحترمة ما تشتفى فيهم. وقت المرض
ما في شفاية. يلا تؤجل الخلافات، تقدم الأخلاقيات والإنسانيات. حتى لو نفترض على نقول عبد العزيز مدان، القانون يكفل له أنه يداوى وأنه يتعالج وأنه يوكل وأنه يشرب وأننا نذكره بخير. في الأحراء كل حد يعرف عن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وحد بريء حاله كيف حالنا، يسوى كان موقف احتياطيا، يسوى كان مطلوس في رقابة قضائية، يسوى كان تحت الحراسة النظرية، يلا يعود إنسان يتمتع بكامل الحقوق الإنسانية، وأولها حقه في العلاج، حقه في التواصل مع أهله ومع أبنائه ومع محبيه ومع ذريته، حقه في النراء. وبالتالي يلا نحافظ على أخلاقنا، ذيك الأخلاق للأسف ما تات خارجة. الشفاية ما يتوى المرض. أنا ما قط اتفقنا مع أول عبد العزيز طيلة فترة حكمه، يا غير عندنا يتنكر له المجتمع، وتنكروا له رفاقه، وتنكرت له النخبة السياسية اللي كانت تعبده، وجوهون يتواطوا خشهون، وقال انه يشعر بالخيانة. احنا ما رضاتنا ضميرنا ولا كرامتنا على ذيك الدرجة تهان، لان الدرجة لا تهان، وهو رجل خدم ذا الوطن، خدمه كجندي، خدمه كضابط، خدمه كضابط سامي، خدمه كرئيس جمهورية يضرب له التعظيم، ويمثل موريتاني في الداخل والخارج، وينشر له السجاد الأحمر، رئيس المجلس الأعلى للقضاء يعفو له، حق العفو، حق القتل، حق الدم. ما قد يعود كان عندنا شخص بذي المكانة، وبين عشية وضحاها نصبح متنكرين له، معارضة، موالاة، مثقفين، علماء، شباب متنورين، ويصبح مكلفط نقر طب صنادرة، الناس تتكاذب في أخباره، تتكاذب في صحته. هذا موجوانا للنخب، هذا الخطاب موجوانا للنخبة، موجه للشعب الموريتاني، وموجه للمثقفين، عنه وصمة عار دور تبقى في جبينكم إلى يوم القيامة لما تغسلوها. ما عندها علاقة بالموالاة والمعارضة، ما عندها علاقات بالقضاء، ما عندها علاقة بالسلطة، ما عندها علاقة بنهب المال العام، ما عندها علاقة بشخصية عبد العزيز أصاب وأخطأ. هاي مسألة ضمير، مسألة أخلاق، مسألة مبدأ. النقطة الثانية، وقت الموت ما في شفاية، لأن الموت عليه كل حق، كل حد لا يموت، كل نفس ذائقة الموت. وقت الفرح أيضا ما في شفاية. هذه هي الأخلاق، نحن هذه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال إنما بعثت، ما قال ليعلمكم دينكم ولا ليعلمكم التقوى ولا ليعلمكم الصلاة ولا ليهديكم إلى الجنة، إنما بعثت ليتمم مكارم الأخلاق. ومكارم الأخلاق على أني خصمي والله عدوية والله أخي والله جاري والله حد مختلف معاه ما نشمت فيه في ثلاث مواقع، وقت المرض، وقت الموت ما في شفاية، وقت الفرح يلا نين نشوفه فرحان نفرح له، ونين يتخطى الفرح نتحاسبه، نين تعود عندك ميت نعزي، ونين يوفى العزاء نتحاسبه، نين تعود مريض نداوي، ونين يوفى المرض نتحاسبه. هذه الأخلاق، هذه أخلاقنا، هذه أخلاق المجتمع الموريتاني. هذه الأخلاق يا واجعة، احنا في وضعية عبد العزيز وضعية شفناها ولا تبشر بخير. الخطير في هذا على هذا اليوم كامل عاد مصور وموثق، معناه هذا لا يبقى لتركتنا وتركت تركتنا وجيالنا القادمة نعلموهم الرذيلة، نعلموهم شي ما ينفع، نعلموهم الحقد، نعلموهم الأحقاد الدفينة، نعلموهم التشفي. قال نيلسون مانديلا أن الانتقام من شيء من الضعفاء، ضعيف وحده هو اللي ينتقم. هذه رسالة أنا موجهة للشعب. رسالة ثانية،
اللي نوجه لقادة الأحزاب السياسية والمنظمات، أنه للأسف هم يقولوا عن الرئيس محمد عبد العزيز حفظه الله أنه تعرض لوعكة صحية. قبل 3 أشهر أنا كنت قاعد تعرضت لجلطة وعكة صحية، جاتني أزمة قلبية في أقل من نص ساعة قد شهر مستشفى، كل حد يعرف هذا اللي وقع لي أنا يقدر الصبح يوقع لي واحد منهم، خاصة أن احنا معرضين للنوع من المسائل بين الإرهاق بين رفود الهم بين التخمام بهموم الوطن ومشاكله. وبالتالي كان يا الله قادة الأحزاب قادة المنظمات قادة التيارات السياسية يتخلقوا بأخلاق مكارم الأخلاق ويعودوا قام وأداء واجبهم تجاه الرجل اللي كانوا جوا في القصر يتفاوضوا معاه يختلفوا والله يتفقوا، اللي كانوا جوا في القصر أيام محاكم يعدل لهم القيات والله يرفضها، اللي كانوا يعارضوه وكان يعارضهم كان يلا يؤدوا تجاه واجب كيف ما وقع كيف ما عدل الشعب الموريتاني. قبل فترة إني توفات والدة الرئيس محمد عبد العزيز، ذيك هي أخلاق الشعب الموريتاني، كيف ما عدل الشعب الموريتاني يامس إني توفى الرئيس كان حميد وبابا، ذيك هي أخلاق الشعب الموريتاني، كيف ما أنا متوقعين إني عدل الشعب الموريتاني وراجينا وطالبينا إلين الصبح إن شاء الله ونود عمه اللي نحن، لأن هاي الطريق والناس كاملة قابلتها. وبالتالي احنا نخرصوا الاعلام اليوم نشوفوا شو من المواقع الصفراء مواقع الهابطة المواقع اللي مرتشية هي اللي تتباشر بان هذا الرجل تعرض لوعكة صحية وتنقل الاخبار الكاذبة وتشمت فيه، ونشوفوا مدونين فقدوا الاخلاق فقدوا التربية فقدوا الإنسانية بأنهم يعودوا ينوروا المجتمع يعودوا يطوروا المجتمع يعودوا يشفوا في أسد متعثر، هو أسد متعثر احنا كاملين نعرفوه ونعرفه من كان هو ما في واحد كان يقدر ينق ولا يقدر يرقب راسه، إذا هذا الشيء في الحقيقة يؤسف له. وبالتالي قايل ذوك القادة ذوك الزعماء أنهم يذكروا تربيتهم ويذكروا عوائلهم ويذكروا أسرهم ويذكروا قبائلهم ويذكروا عنهم هم يوم من الأيام لا يقبضوا نفس الطريق، ونحن مشينا نعدلوا السياسة ونعدلوا الخلاف ونعدلوا المعارضة ونعدلوا الرفض ونعدلوا الصمود ونعدلوا المقاومة ونعدلوا الممانعة ونعدلوا التحدي، يكاننا نخلق مجتمع عنده قيمة، يكاننا نحيوا الفضيلة نحيوا النخوة. نفس الخطاب موجه للأطر والمثقفين المهندسين الدكاترة الأطباء الوزراء المدراء الضباط ضباط السامون وزوجاتهم وأخوتهم اللي كلهم يتمرق ضريك في دار في تفرق زينة ويتمرق في ليبال ويتمرق في لبن البل ويتمرق في الوظائف ويتمرق في السفارات، موجه للقضاة اللي موقع محمد عبد العزيز امر تعيينهم، كل هذا اللي يجي في مارجنه يوميا هو يعتبر ولي نعمته، كل هذا يقبل قرار تعيينه كقاضي يخرصه من تحت لو فيه الرئيس محمد عبد العزيز هو من عينك قاضي، اذا هو ولي نعمته. سفراء وزراء سابقون مدراء هذا كامل ما تشوف رجاج منه جاي يؤدي الأخلاق، وبالتالي هذا الشيء ينداله الجبين، وهذا بعيد من أخلاق الموريتاني بعيد من أخلاق الشعب الموريتاني بعيد من أخلاق أهل الإسلام بعيد من أخلاق المنار والربا. رسالة ثانية موجهة للرئيس محمد والقزوان، أنا سيد الرئيس قلت لك مرة ماضية وانت من المسائل اللي يشكروك بها انك تعرف العربية وانك من العربية، ومن المسائل ايضا اللي يشكروك بها
انك من اهل الاخلاق وانك مسحه الاخلاقيه. هذا شفت حتى المعارضه ما 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 جبرت موضع. وانا بعدها وزينين عندي. ومن العربيه قلت لك لا يسلم ابن الحره خليله حتى يموت ويلقى سبيله. ومن الاخلاق مشيت بك الاشر اخلاق الحرب. لانك ايضا انت ضابط سامي احتياطي مكلف بمهمه رئاسه الجمهوريه مفوض من الشعب، وانا من الشعب اللي انتخبك، من الشعب اللي عدت لك الحمله وقدتها معك. عندنا في ذيك الحرب نقولوا علمتنا اخلاق الحرب ان لا نجهز على الاسير، وهذه قاعده كونيه في المعركه. إذا يجرح العسكري ما يلا ينعلب العمارة، ونيني نحكم حي ما يلا ينقتل. وبالتالي انتم سيد الرئيس يلا تختر بين حالة من ثنتين، هذا نقول لك أنا الذي قلتها ولا أخاف عقباها والشمس والضحاها. لا نقول لك أنك تختر حالة من ثنتين، إما أن هذا الرجل خصمك هو اليوم جريح تعثر، وبالتالي يلا تعمل معاه باخلاق الحرب، يلا تمكنه من ما تمليه جميع الشرائع جميع القوانين جميع الاعراف من العلاج التام في المكان الصحيح وبالايادي والادوات الصحيحه. هذا هو تقول اتفاقيات جنيف للحرب، وهذا هو اللي يقوله مواثيق حقوق الانسان، وهذا هو اللي يقول الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي اعلن عنه محمد بن عبد الله على لسان بلال بن رباح عشية بدر: لا تقطعوا شجرة، لا تقتلوا شيخا او طفلا او مريضا. هذه حالة، ولنفترض أن المعركة مستمرة، إما أن تعمل بضمير الرفيق ورفيق السلاح، تذكر الأيام الخوالي، تذكر أيام الرفقة مع صاحبك. أنا أعرف ما لا يقول لك حد، ناس اليوم بين النفاق، بين الخوف على عيشته، بين الخوف على وظائفه، بين الخوف على شيء ما معروف شنو. أنا بعد ماني خايف، بي اللي مولانا قال لي: وفي السماء رزقكم وما توعدون. وانت مالك قرب مني للسماء، ولا تقدر تحول من بين معاه. وبالتالي نقول لك الرفيق سلاحك، رفيق دربك، ولي نعمتك. الرجل وجابك وقدمك، هو اللي طلب من العالم كامل انه يصوت لك، هو اللي قاد الحمله معك. انا قاعد افتتحناها في نوادي بو، انا ثالثكم. مكانتم هذه مكانته ما يعود مكلفة في مؤسسة صحية، وانتم تمشوا الشعراء وتمشوا الصحافة وتمشوا الإعلانات وتمشوا الفنانين وتمشوا الشخصيات الاعتبارية المعنوية والاجتماعية على نفقة الدولة، على نفقة الشعب، من أموال الشعب إلى الخارج حق هذا الأذان. ونحن في عبادة، ويعود رجل خدم تحت العلم، خدم راجل اخدم ألوان الجمهورية، وأنت العسكري، أنت الضابط، أنت الضابط السامي، أنت خريج كلية الأركان، أنت قائد الجيوش السابق، أنت قائد الأركان السابق، تعرف معنى وقدسية وأهمية من خدم ودافع تحت ألوان علم الجمهورية. يعود هذا الرجل اللي هو يعادل في قيمته، يعادل في معناه، يعادل في تضحيته الشهداء. وصوراتك عندي عنهم قالوا لك ان الشهداء هم رفاق الانبياء والصديقين والشهداء والصالحين.
اذا ذاك بلو ما يعود مكان فاطه هذه البليد مهما اختلفنا معاه، لاننا نكلفطوه احنا نعطوا رساله خطا لابنائنا ولاولادنا ولاجيالنا ولتركتنا، عنا امه لا تحترم من يضحي في سبيلها، اننا امه لا تحترم الكبار. انا ماني مذكرك سيد الرئيس انه هو والله انتم الاثنين هم اللي كنتوا شارفين على اعاده تاسيس المؤسسه العسكريه اللي ما كانوا عندها باتريات. ماني مذكرك على انكم انتم الاثنين كنتوا شارفين على تامين الشعب الموريتاني من كان الارهاب يخبط هون في نقره فراغ زين. ماني مذكرك على انكم انتم الاثنين هم اللي شرفتوا على بناء جيش قوي قادر ان يتدخل في تورين، قادر ان يتدخل في تاودني، قادر ان يتدخل في الواسعات. انا ماني محتاج نذكرك بانك انت وهو معا هم من نظر واسس لفكره الساحل، طوق الساحل اللي هو كان صمام الامان ضد الارهاب ضد التطرف لحمايه هذا الوطن. اذا ذاك يضاك اهله وجزائهم ما هو ما يعودوا مخليين تاكين في الطب، واحنا عندنا الطيائر يركبون الوزراء قايسين سيدي بابي، وعندنا الطيائر تركبهم الناس قايسه كيفه، وعندنا الطيائر تركبهم الناس باط ماشيه تتفروح في كازينوهات، وعندنا الطيائر تركبهم الناس ماشيه باط تلعب بينجو وتلعب القمار. احنا الموريتاني متعارفين، وبالتالي هذه مسؤولية شخصية. أنا شخصيا أخاطب رئيس الجمهورية شخصيا أنا سعد الدولي، ولاني مخاطب الحكومة، ولاني مخاطب الإدارة، ولاني مخاطب القضاء. أنا كل حد لا ينحمل مسؤوليته في هذه القضية الجسيمة، على أنك سيد الرئيس يلا تقبل زمام المبادرة. أنت رئيس المجلس الأعلى للقضاء، أنت سيد الرئيس الآمر الناهي في هذه الدولة، أنت الذي أمرك مطاع وأوامرك لا يتخلف عنها أي منافق ولا أي متملق. وهذا الشعب جبل هو وإدارته وموظفينه على التملق والنفاق وتمجيد الكرسي وتمجيد الحاكم. يلا ما تفوتك هاي الفرصة، إني لك من الناصحين، إني لك ناصح أمين. هذا رفيق سلاحك، هذا رفيق دربك. صدام حسين رحمه الله وأنا عشت معاه ياسر من الزمن، تلفت على قاضي قال له سيد القاضي أنك لين تفوت تتحكم علي، رانا قط جابرنا فن هيك الساعة توما في دورة المدرعات، انت تحكم علي سيد الرئيس احكم علي بالاعدام رميا بالرصاص. هذه ثقافة الجندية، هذه ثقافة الرفقة، حتى وهو يموت يختار يموت الا بالرصاص. ولذلك انا زرت اخي ناجي محمد الامام يومنا ذا والناس تفكر الله في الموت، قلت له نحن أبناء أمة قال شاعرها ونغني للموت بل ونراه في سبيل الحياة هو الحياة. هاي مال رسالة راني ماشيها له، موت ما خايف من أحد، احنا ما لنا خايفين من الموت، والعبد العزيز ما هو خايف من الموت، كان من أشجعكم. تقدروا تقولوا انه مفسد، تقدروا تقولوا انه لص، تقدروا تقولوا انه متعجرف، تقدروا تقولوا الا الجبن وحده ما هو خايف منه. انا وحدي ولا شجاع منه بيا اللي ما انا خايف من زراعي. لك سمعتوا السيد الرئيس هذا، انا قلت ان اليوم ما لنا معدلين السياسه، اليوم معدلين الاخلاق. بالتالي انا اناشد فيك الضمير وناشد فيك الأخلاق.
وناشد فيك التربية التي تكلمت عنها على أنك تقبل موقف إنساني أخلاقي وطني شريف تجاه رجل خدم الوطن في مجال الطاقة، خدم الوطن في مجال المياه، خدم الوطن في مجال الطرق، خدم الوطن في مجال التعدين، خدم الوطن في مجال التعليم، خدم الوطن في مجال الصناعة، خدم الوطن في مجال الأمن، خدم الوطن في مجال الدفاع، خدم الوطن في مجال الزراعة، خدم الوطن في مجال الإصلاح، خدم الوطن في مجال التشغيل، خدم الوطن جميع المجالات اللي نشوفه اليوم من 2005 إلى اليوم هي من إنجازات هذا الرجل، اتفقنا معه واختلفنا معه. وبالتالي الوفاء من شيم الشرفاء. اختار نقول النقطة الثالثة أني متبني أيضا بوصفنا الجهة السياسية الوحيدة بموريتاني اللي مسؤولة، والله محتضنة هذا الرجل، متبنينه ومتبنين إنجازاته ومتبنين أقواله ومتبنين أفعاله، نقول ما يقول ونفعل ما يفعل. لا نقول لك علينا، لا بد أن يكون في هذا المجتمع رجل واحد رشيد. حمزة بن عبد المطلب من جبر قريش في مكة تباركين مع الرسول وأصحابه هم قليلين، لكن نحن هذا الغرب يسفهم متآمر عليهم الناس وأغلبيتهم أكثرهم لا يعقلون أكثرهم لا يفقهون أكثرهم فاسقون. قالوا ما تحاربون رجلا يقول ربي الله، أليس منكم رجل واحد رشيد؟ احنا ضريك ذي الدولة اللي فيها القبائل وفيها المشايخ وفيها الشرفة وفيها العرب وفيها الزوايا وفيها المعلمين وفيها القاون وفيها العبيد وفيها الحراطين وفيها اللحمة وفيها الدخيلة، لا تتواصل كنا كاملة على الباطل بمفكرينها وبمثقفينها وبوجهائها وبمشايخها ومربوهاتها، ما فيكم رجل واحد رشيد يقول كفى. هذو السنتين اللي مقبوض فيهم هذا الرجل، من دركانهم جابوا المال، من دركانكم استعدتوا أموال من هذو السنتين، من دركانكم طلعتوا درجة من هذو السنتين، من دركانكم ريتوا قيمة، من دركانكم عددتوا قيمة من وراه، من دركانكم وفرتوا أموال صعبة من وراه. سيد الرئيس أنا المعلومات اللي عندي على أن حتى منتزه الرجل 70 كيلومتر من هون عاد مراقة، من دركان هذا ولا يرد للدولة هيبتها، من دركان هذا ولا يحارب الإرهاب، من دركان هذا ولا يعيد لكم الأمن، دركان هذا ولا يطلع لكم درجة، دركان هذا ولا يرفع من قيمتكم قدام تركتكم قدام علياتكم قدام أولاد عمكم قدام المجتمع قدام جيرانكم. أي ما أخلاق العرب، أي ما أخلاق الإسلام، أي ما أخلاق الجمهورية، حتى الجمهورية ولا حتى أخلاق المسؤولية التضامنية ولا أخلاق الرفقة. وبالتالي أنا لا زلت أطمع ولن أقول التمس حتى لا أتواضع، لأنني أتكلم باسم رجل لا يقبل التواضع. لا زلت أطمع في أن يصحى أو تصحى ضمائركم أنتم جميعا رفاق، وأنكم تعاملوا زميلكم بأسلوب الرفقة. هو لم يعد في السلطة، ولم يعد حاكم، ولا يريد السلطة، هو رجل كجميع الرجال واقف ومتمسك برأيه. بالتالي احنا في حزب الرباط الوطني نجل الحقوق وبناء الأجيال، وانا شخصيا باسمي وباسمه هو نطالب رسميا ومدعوم بالوثيقة المطالبة اللي صدرت عن عائلة الرئيس، ومدعوم بيان هيئة الدفاع الجهة القانونية المخولة للدفاع عنه، ومدعوم بمواقف كل الشرفاء وكل الخيرين في موريتاني اللي عرفوا عن ذي القضية ما هي جايبة الفضاء ولا هي جايبة المعنى ولا هي جايبة التقدير ولا هي جايبة الاحترام. نطالبوا
بوقف هذه التصفية الجسدي لمعدل لهذا الرجل اللي حكم ذي البلاد أصاب كثيرا وأخطاء قليلا، وعلى أنه يمكن من ظروف طبيعية وموضوعية ياكي قد وصحية ياكي قد يتعالج. أنا آخر مرة نذكر آخر مقابلة للرئيس محمد عبد العزيز كانت في قصر في الرئاسة، وكان معاه وزير الصحة سفيرنا الحالي في إسبانيا بروفيسور كان أبو بكر وخيرت. شفتوا إن الله يستحي أن ينزع البركة من قوم قد جعلها فيهم، الشيوخ يتم ولا شيوخ وناس مضبوطة تتم لا المضبوطة. أثناء المؤتمر تكلم له حد عن صحفي معارض شرس، أعتقد أنه قالوا البكاي. شفتوا عاقب ذاك يرقب معاه وينزل، قالوا أنه طريح الفراش وأنه عنده أزمة قلبي. الرئيس محمد عبد العزيز قطع كلامه وتلفت على وزير الصحة وراه، قال ذاك الراجل لا يعود الصبح ما عدلت له جميع إجراءاته. هو كان من أشرس الصحفيين وأكثرهم مناهضة لعبد العزيز. هذه أخلاق الشرف، هذه أخلاق الجمهورية، هذه أخلاق الرفعة. وزير الصحة زار الرجل وحاز عليه ومشاه، عقب ذاك موريتانيا غريبة وعجيبة. أفكر لي الخالد أول مؤتمر صحفي عدل هو لعبد العزيز في داره بعد ياسر من المماطلات، ذوالي ذاك الصحفي اللي كان بين الموت والحياة من بلازلو يرقب معاه ويقض يرقب معاه ويقض ما قتل سانه. احنا هاي الاخلاق ما نقدر نتوافقوا عليها، وهذا السلوك ما قد يعود سلوكنا. احنا هون ما انا متكلمينكم عن الفشل، ولا انا متكلمينكم اننا معارضين، ولا انا متكلمين بصفتنا مواليين، احنا متكلمين بصفتنا الانسانية. وبالتالي نطالبوا رسميا ونطالبوا من جميع الخيرين والشرفاء ونطالبوا منظمات حقوق الإنسان الوطنية اللي عايشة من أموال الشعب، اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، الآلية الوطنية للتعذيب، أنهم يطلعوا على حقيقة مرض الرئيس. وإحنا حقيقته عندنا غير أنا ماني قايلها. المهم أن رئيس الجمهورية السابق محمد ولي عبد العزيز في وضعية صحية تفرض بل وتحتم انه يندار ويعالج في ظروف ما يهون ولا موريتاني. وبالتالي رانا مطالبين بها، ولان الهي نوفا الى نشكر النساء المرابطات امام المستشفى العسكري، ونشكر الرجال الشرفاء شبابا وشيبا المرابطين والمعتصمين امام المستشفى العسكري، لأن ذلك أضعف الإيمان. لا نشكر أيضا المنظمات والشخصيات والمثقفين والأطر اللي تواصلوا معايا طيلة هذه 48 ساعة. أنا تقريبا لي 48 ساعة قليل ذاك اللي رقدت منها، واللي عبروا عن استنكارهم وشجبهم لهذه الحالة، واللي عبروا من خلالها عن مؤازرتهم للقائد محمد عبد العزيز، وعلى رأسهم أيضا هيئة الساحل اللي امتلك رئيس أخي وصديقي إبراهيم البلال الشجاعة بأنه يطالب ويؤازر الرسالة التي أعلن عنها أو أعلنت عنها عائلة الرئيس. اختاروا نكدوا في نهاية هذا المؤتمر على أن متمسكين بالنضال، متمسكين بالطريق القائد محمد عبد العزيز، متمسكين بشرعية الإنجازات، متمسكين بمقارعة هذا النظام الفاشل، متمسكين بكشف نقاط الفشل لهذه الحكومة الفاشلة، متمسكين بمحاربة الطبقة السياسية المتملقة الخانعة المنافقة اللي راعدة هو أفعالها وراعدة هي آثارها، ومتمسكين بخطنا كحزب قوي علب تمتينة ولا يراعي في البجاوي البيض في عمق المعارضة الوطنية الشريفة. ونكدوا على سلمية نضالنا، ونكدوا على تماسك، ونهنئ القيادات الجديدة
اللي تقود المرحلة القادمة على حضورها كاملة معنا اليوم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.